طبعا ملاحظاتنا احنا عن طريق لجنة تراخيص المباني بدأنا نشوف في ازدياد في التقديم لبعض المشاريع. هناك طبعا بعض المشاريع اللي لاحظناها هي مشاريع تخصصية، في ازدياد في مشاريع المستشفيات، المدارس، الفنادق، في طلبات على بعض المطورين إعادة استكمال المباني القائمة نفسها، في طلب آخر على الشقق والفلل. فعامة الملاحظة اللي نراها من خلال لجنة تراخيص المباني في بلدية دبي أن الطلب في ازدياد. ألا تعتقدون بضرورة وجود التنويع في القطاع العقاري على مستوى إمارة دبي على الأقل في هذه المرحلة؟ طبعا يمكن في ملاحظة مهمة أنا أراها أن مدينة دبي ليست مدينة عقارية. مدينة دبي الرؤية مالها مدينة المال والأعمال والسياحة. العقار هو جزء مكمل لهذه الرؤية. طبعا نحن عندنا مشاريع ضخمة أخرى، يعني لما استكملنا مشاريع المترو على سبيل المثال، مشاريع محطات الكهرباء، أنجزنا أكبر محطة صرف صحي في المنطقة، عندنا مشاريع في نفس الوقت مشاريع البنية التحتية، الحدائق، المنتزهات، مشاريع، فهذه مشاريع يعني كلها تتماشى لخدمة الجزء اللي هو خاص بالجزء العقاري. العقاري طبعا في تنوع، ليس فقط مباني شقق او مكاتب، انما في تنوع، في هناك مراكز تسوق، في مستشفيات، في مدارس، في جامعات، يعني في المدينة الأكاديمية، الجامعات عالمية بدأت تنتقل إلى منطقة دبي. دبي تعمل على هب لتقديم مجمع تقديم خدمات متفرقة. العقار هذا جزء من منظومة تطور المدينة نفسها. وماذا عن التحديات التي ما زالت حتى الآن تواجه القطاع العقاري؟ طبعا نحن اليوم عندنا مؤتمر، هو أول مؤتمر في المنطقة ويتكلم عن مدن المستقبل. طبعا مدن المستقبل كيف ننظر أن نطور المدن ومنها مدينة دبي. اليوم هناك تحديات كثيرة وخاصة في مجال البيئة، لذلك نحن نعمل على إيجاد الحلول لبعض هذه التحديات. على سبيل المثال عندنا مشروع بتحويل الغاز من مكب النفايات إلى طاقة، عندنا مشروع إضاءة الحدائق عن طريق اللوائح الشمسية والسولار بانل، عندنا مشروع قياس نوعية الهواء في مدينة دبي، عندنا مشروع نفذناه إيجاد المناطق الحرارية في مدينة دبي معالجتها برفع الرقعة الخضراء. هناك يعني مشاريع تكميلية ضخمة تتماشى وهي المتطلبات المدينة العصرية والمدينة الحديثة والمدينة للمستقبل. اليوم مشاريع المستقبلية بالإضافة إلى الفكر المستقبلي للمدن يطرح من خلال هذا المؤتمر. نتمنى نشوف بعض النماذج اللي طبق في بعض دول العالم، ونحن طبعا على استعداد دائما للاطلاع على هذه التجارب لتطبيقها في إمارة دبي.